يتطلع أنه ينشئ دولة قائمة على أساسها العدل والأمن والاستقرار. كانت عاصمة قبل أن تكون عاصمة، هي منطقة محصنة نفسها. هذا يدل على القوة الاقتصادية، على التطور الملحوظ اللي كان في الفترة ذيك. أصبحت موضعاً مهماً ومورداً اقتصادياً في الدولة السعودية الأولى. لم يكن المؤسس الأول للدولة السعودية، كان الشعلة اللي حملناها قبل أكثر من 3 قرون. أهم هدف كان للدولة حقيقة هو جمع شمل الناس.